السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم برحلة جديدة من برنامج أرض السواد عبر قناة الأيام الفضائية. النخيل هوية وطنية عراقية أصيلة، ولا وجود لأرض السواد لولا النخيل الشامخ بمختلف المدن العراقية، وللتمور أهمية اقتصادية وغذائية لبلاد الرافدين منذ آلاف السنوات. العراق ومنذ عام 1980 عانى من تراجع كبير في أعداد النخيل بسبب الحروب والأزمات والاحتلال ومشاكل عانى منها البلد أثرت على الحجر والمدر. ولكن من الإيجابيات، شهد العراق في العام قبل الماضي أول زيادة حقيقية في أعداد النخيل، وهذا دليل آخر على أن المواطن العراقي يعتبر النخل رمز إسلامي ووطني وإرث حضاري. ولكن مع الأسف إلى الآن الاهتمام بإنتاج التمور وحماية البساتين ليس بالمستوى المطلوب، فالعراق يعتبر سادس دولة إنتاجا للتمور بعد ما كان ينافس على المركز الأول والثاني في الكثير من السنوات. حلقتنا اليوم في قضاء الراشدية اللي يعتبر من أهم مناطق العاصمة ببساتين النخيل العامرة، وأكيد راح نتطرق لأهم المعوقات اللي تعاني منها النخلة العراقية، وأكيد راح نتكلم على مشاكل تسويق التمور العراقية اللي للأسف يعتبر تسويقها متراجع مقارنة بدول أخرى منافسة بهذا الموضوع. يا رب حلقة تعجبكم، ابقوا ويانا. أحبتي المشاهدين، مثل ما عرفتوا حلقتنا اليوم من برنامج أرض السواد في الراشدية، هذا القضاء المحبب لبرنامج أرض السواد. كثير من الحلقة صورنا يعني على الحمضيات، على النخيل، على الزراعة الأخرى وغيرها، تربية الثروة الحيوانية وغيرها من هذه الأمور والمجالات. فمثل ما عرفتوا اليوم حلقتنا عن النخيل، عن إنتاج التمور، لأن الراشدية تعتبر من أهم مناطق العاصمة بإنتاج التمور، وأنواع كبيرة وكثيرة جدا والمساحات كبيرة جدا بموضوعة النخيل. فاليوم راح نحكي بتفاصيل مهمة تخص هذا الإنتاج المهم اللي يمثل اليوم ثروة عراقية خالصة. لقانا الأول حيكون مع الشيخ علي جعاطة اللي هو اليوم أحد أبرز الوجوه في منطقة الراشدية، وأيضا من أصحاب البساتين اللي عندهم حقيقة إنتاج كبير وكثير ووفير جدا من التمور. رحب بيك شيخنا. وسهلا، حياكم الله. يا رب ان شاء الله تكونون بخير. حياكم الله، شرفت الراشدية. الله يحفظك، الله يخليك شيخ. بالبداية أريد أسأل، ممكن ما ندخل بتفاصيل التمور والنخيل، انت ولادتك في الراشدية؟ احنا أباً عن جد بالراشدية. بالراشدية. ومن قبل الراشدية يعني معروفة ببساتين، لو كانت تزرع غير أمور وتحولت إلى بساتين؟ لا، هي من الأساس بساتين، يعني اتجاه الراشدية يعني أباً عن جد هي بساتين. بساتين، الحمضيات والنخيل يعني تحديدا يعني اكثر شيء. اريد نعرف موضوعة النخيل وهوية النخيل المرتبطة بالراشدية اليوم. مثل ما نعرف حسب الارقام من اهم المناطق في العاصمة بغداد. صح. بانتاج التمور، وحتى جودة التمور عالية جدا. شنو الانواع المنتشرة هنا ووضعية اليوم التمور والنخل العراقي في هذه المنطقة؟ والله هي تعرف يعني الصنف السائد هو الزهدي، يعني من الأصناف العراقية الأصيلة، والخستاوي والعمراني والبرحي. نعم. يعني بالسابق كان الإنتاج أفضل، الأسعار كانت أفضل. الآن يعاني قطاع النخيل حقيقة آفات زراعية، الدوباس، الحميرة، والآن السوسة الحمراء. الراجية لحد الآن الحمد لله ما بيها أصابة، أكو بديالة، وسمعنا بالطارمية، البصرة. تعرف هاي يحتاج، هاي احنا من نحكي نقول الطارميه يعني قريبه عليكم، ممكن طبعا يعني العدوى تنتقل، لا سامح الله انه تنتقل بسرعه. وحقيقه جهود وزاره الزراعه يعني كاد معدومه، يعني ماكو جهود حقيقيه، هاي يحتاج لها يعني وقفه يعني وطنيه. صحيح. يعني هاي ثروه وطنيه وهويه وكلفه الانتاج اضافه الى يعني تدني الاسعار، يعني المنتج غير محمي، مفروض يعني يصير له يعني حماية من قبل الدولة وقبل وزارة الزراعة، اهتمام أكثر، يعني مفروض كان الدولة. شيخ علي، من خلال كلامك يعني عرفت معلومات أحب أن نفصلهن. مثلا أول معلومة تتحدثت بيها قلت أكثر شيء أنه معروف بالعراق ونوعية هي موضوعة الزهدي. ليش العالم متجهة إلى الزهدي منذ سنوات، منذ اليوم
يعني عقود اكثر العالم تستخدم او تزرع الزهدي وتنتج الزهدي، شنو السبب؟ شنو المميز بهذا النوع؟ الزهدي يعني ما يحتاج صعده واحده، يعني قطافه مره واحده، ما يحتاج يد عامله او كلفه. يعني تعرف جنابك الان نعاني من شحه، يعني نسميه الصاعود اللي يصعد النخله. اي وبالاضافه قليلين؟ قليلين طبعا. نعم. يعني اكثرها اللي راح للجيش واللي يتعين. ايه. يعني ترك هذا المجال، شافه غير مجدي حقيقه. صحيح، هو ذاب البستان ما يربح. يعني يربح. وبعدين الزهدي يتحمل ظروف الخزن. اها. اي يعني افضل من غير نوعيه طبعا. ما يتلف، يعني من تخليه، يعني يقدر المزارع نفسه يخزنه بدون يعني كلفة براد أو تبريد أو تعفير إلى آخره. رأساً مباشرة. بالإضافة إلى يدخل بصناعات يعني الدبس، المدقوقة، يعني. وهاي الأمور الشعبية. أي الأخرى. أي نعم. جيد، هذا اليوم عرفنا إنه من مميزات الزهدي وتحمل اليوم ممكن لإجراءات الخزن. نعم نعم. وغيرها من هذه الأمور. أيضاً موضوع آخر، تحدثت لي عن عراقيل مهمة تمس قطاع النخيل وقطاع إنتاج التمور، هو موضوع الأمراض. هاي الأمراض اللي تكلمتنا بيها، الدوباس وغيرها والحميرة وغيرها، العنكبوت، هاي قديمة لو ظهرت بالسنوات الأخيرة؟ والله يعني كانت يعني لكن مو بهال يعني المستوى الانتشار اللي صارت، لأن كانت أكو مكافحة، كانت وزارة الزراعة اهتمام، طائرات كانت شهر الخامس تكافح مرة واحدة طبعًا. من تكافح طبعًا مو بس تفيد النخيل، تفيد البساتين وباقي المزروعات. الآن نفتقر لهاي حقيقة. يعني نعم. حتى اذا كان هناك فمو حمله، يعني المفروض تشمل مثل الراشديه والطارميه وكل المناطق، كل العراق اصلا، لان اكيد من تصير اصابه في منطقه راح تصاب باقي المناطق. اكيد يعني العمل عشوائي والمبيدات غير فعاله. بس هالسنه جت طيارات للراشديه، يعني مو بالمستوى حقيقه. اول جت متاخره وكانت المكافحه عشوائيه والمبيد كان غير فعال. معقوله؟ اي يعني وجدت يمكن نهاية الخامس. لا هي المفروض تجينا نهاية الخامس، يعني جت تقريبا نهاية السادس. بعد شهر. أي. زين طائرات وزارة الزراعة لو استخدموا طيران الجيش جت هنا؟ لا طيران الجيش ما اعرف وزارة الزراعة. نعم يقولون عطلانات الماخذين. هسه احنا اللي يعني شلون نقول جهود ذاتية نعمل حقن النخيل. يعني دريل وتسوي ثقب 10 سنتيم بالنخلة وتحقنها، هذا يعني أفضل من لا شيء. يعني الحقن اليدوي، يعني حقن يدوي. نعم للدوباس أو زين فرضا أنت حقنت. نعم. يدوي وصرفت أموال وجبت الأدوية وجودة عالية وغيرها، إذا البستان جيرانك عنده مرض وما حقن شلون؟ لا أكيد يعني تنتقل العدوى. ماكو فائدة. لا ماكو فائدة، بس أنت يعني ما تقدر تجبر جارك أو اللي يمك تجبر انه يحقن، انت راح تعمل اللي ممكن تقدر تعمل، تعمل بالممكن يعني. نعم، زين موضوع اخر، اليوم بالراشديه تعاني من موضوع ازمه مياه لو ماشي الامور؟ والله هي اثرت اكيد، اثرت يعني، لكن قلت لك هي الامراض الاكثر شيء فتكتب البساتين. الامراض طبعا ما تشمل بس النخيل، حتى الحمضيات، حتى باقي المزروعات. امراض يعني طارئه على العراق ودخيله على الزراعه العراقيه، ما كانت بالسابق. تحس اكو تقصد انه اكو ناس جابوا هاي الامراض ونشروهن؟ والله هي احنا لو يعني ها طبيعي هو يعني تعرف جنابك قبل كان اكو حجر يعني صحي وزراعي، ما كانت الدوله تسمح انه اي انسان يروح يجيب مزروعات او حتى ثمر من خارج العراق، لان هذا بيه امراض ممكن تصل. لازم يدخل المختبرات. لازم عن طريق يعني وزارة الزراعة. جيد، شنو أهم الأمراض؟ أريد يعني كل مرض شنو يأثر على النخيل؟ يعني مثلا أول مرض يأثر على النخيل. والله هو الدوباس. دوباس هي حشرة. نعم هي يعني هاي تمتص يعني تعتاش على العصارة مالت النخيل. العصارة الغذائية. إي يعني النخلة يصير بها مادة يعني لزجة على السعف. وبتتلف عملية البناء الضوئي ما يقدر يسوي لان الاشعه ما راح تدخل الاوراق. اكيد. جيد، المرض الاخر اللي الاخر الحميره اللي هي تتلف التمر يعني تيبسه. يا سبحان الله، يعني على الثمره مباشره. على الثمره مباشره، حشره هي. نعم. تاكل الثمره. ووراها العنكبوت ايضا. اللي ايضا حتى موجود على جدار الحمضيات. اي اكيد اكيد. ياثر على كل الحمضيات وغيرها، بس اكثر شيء على النخيل يعني. على النخيل. تاثير مباشر على النخيل.
نعم. موضوع آخر، يعني بغير دول لما نشاهد شيخنا العزيز أنه نشاهد مثلا النخلة تعطي كميات كبيرة من الأوزان، نعم. يعني أكون نخل ممكن 150-200 كيلو أكثر، نعم. أكثر. ليش النخلة العراقية إنتاجيتها قليلة؟ أيوة مو أستاذ، يعني إذا أحكي لك أنا بغض النظر عن الأمراض شنو السبب؟ لا ليش اللي يعني الآن أكو بساتين عنده يعني اهتمام ورعاية، لا إنتاج خير من الله، البرحي يصل 300 كيلو أو أكثر، والبريم يعني حتى الزهدي. لكن هي بصورة عامة يعني هاي يعني الفلاح أو المزارع ما يتحمل هاي على عاتقه بوحده، لازم الدولة توقف وياه، صح، تدعمه مبيدات، تدعمه دورات تطويرية تثقيفية، نعم، إرشادية، حملات أسوي أوعي الناس أنه أكو فلان إصابة، وهاي الإصابة إذا لقيتها مثل الآن السوسة الحمراء منتشرة بالعراق، ما كانت بالعراق طبعا، وهاي جت عن طريق الفسائل المستوردة، عن طريق الفسائل، أي. اها هاي الامر يعني هذا اللي خلى يعني تقريبا اغلب الامراض هي اغلب امراض مستورده، ما عندنا لا هاي ما كانت بالعراق، الان منتشره بدياله طبعا، خصوصا مناطق مندلي، ما مندلي دمرت بساتين كامله، وللاسف يعني اكتشافها بعد وقت متاخر، مع الاسف، اي يعني انت تشوف النخله تزهي ما بها شيء، حتى اذا حامله وما بها طبيعيه، كلش طبيعيه، لكن هي منخوره من الداخل، يعني السوسه متمكنه منها وماشيه بيها. جيد، عرفنا موضوعات الأمراض، نعم. وعرفنا اللي دا يصير، وللأسف يعني سنة بعد سنة أكو تأثير على موضوعات النخيل والهوية العراقية اللي تمثلها اليوم النخلة العراقية. حكيت لموضوع التسويق، نعم. السعر، نعم. السعر مدى يناسب اليوم الفلاح، وتكلمنا قبل ما نبدأ حلقتنا لهذا، نعم. اليوم كنا معاك شيخنا، نعم. في قبل ما نبدأ الحلقة قلت لي الأفضل بوجهة نظرك أنه الدولة تشتري المحصول مثل الحنطة، فشنو فكرتك بهذه الفكره؟ هو يعني اكيد اذا الدوله تشتري يعني المنتج التمور، الدوله اكيد راح اول شيء يكون سعره يعني ثابت، والمزارع يحصل فلوسه بدون اي مشاكل. نسمع ده يصير مشاكل يعني من بعض التجار، يصير عنده تلكؤ، يعني هاي وحده يخلص من عندها المزارع باعتبار بايع للدوله وفلوسه مضمونه، نعم، وبالتالي الدوله راح تسوي معامل خطوط إنتاجية، معمل دبس أو إلى آخره خطوط، نعم. إنتاج، فهذا اللي نأمله من الدولة. يعني إحنا ما نريد إنه يبقى الموضوع بيد التاجر والمزارع. إحنا تمرنا وين دا يروح؟ يا دولة أكثر شيء، يعني للهند وهاي الدول أكثر شيء، نعم، نعم. أكو تاجر رئيسي، أكو تاجر رئيسي هو يتحكم بالسعر، وما حد هو اللي يتحكم، مو إحنا، نعم. نتحكم، لا هو يتحكم، فالأفضل إن الدولة تأخذه كسياسة، الدولة هي اللي تفرض الأسعار. المفروض أكو قبل كانت الدولة تأخذ المحصين. مرة يعني اكو اعوام الدولة وتوقع عندهم برادات وهاي طبعا ومخازن موجودة وامكانية الدولة موجودة، بس ما اعرف يعني تقصير وزارة الزراعة حقيقة. زين شنو السعر المعاجبكم بالتسويق المحلي؟ ايش قد الاسعار قاعدة تصير؟ مثلا الزهدي ايش قد السعر؟ القستاوي يعني الزهدي كل سنة ينباع ب 600 او 700 دينار حقيقة، يعني لو تجي 700 دينار؟ نعم للكيلو، اي مصيبة. يعني لو تجي الكلفة كلش عالية، يعني ما تكفي يعني شو 700 كيلو كامل، يعني انا بدبي شفت الزهدي عراقي بفلوسهم يطلع يعني تقريبا 2500 دينار عراقي، تخيل الزهدي مالنا وكاتبين عليه زهدي عراقي، يعني جايبين كل انواع تقريبا اربع ضعف، يعني ليش انطيني نص ضعف، احسب ليها ب 1000 وربع 1000 ونص، يعني من هالباب انه الفلاح العراقي او المزارع مظلوم. زين شيخنا سؤالنا الاخير، نعم، وحقيقه كلامك ذهب معلومات نستفاد منها اليوم، بل كنت توصل للجهات المختصة، دخلتوا أنواع جديدة؟ نشوف مثلا أكو مجهول مغربي وغيرها، حاولتوا لو بقيتوا على الأصناف العراقية؟ والله هي يعني صارت تعرف جتي أصناف مستوردة، لكن يبقى الصنف العراقي يعني هو مرغوب، المرغوب والأفضل. أكو تجاريا أكو أصناف أصلا ما حد يعرفها، هنا أكو ناس أنتجوا المجهول والدول العلوة اللي برا جدية قالهم شنو هذا ما حد عرفه، يقولهم مجهول هو اللي ينباع باقي الدول بأسعار كبيرة، يعني تسمع 30,000 35,000 فلوسنا، يعني ما حد اشترى ما حد يعرفه. وبعدين اكو اصناف ما نجحت بالعراق حقيقه، ما تاقلمت مع العراق حسب كل شيء، لكن ليش الاصناف العراقيه من ارقى الاصناف؟ يعني انا قبل فتره شفت مزارع كويتي ده يقول هذا البريم هذا ايراني، فانا يعني بصراحه احتجيت، دخلت له قلت له لا اخي البريم صنف عراقي، ايه البرحي
هواي اصناف ترى حتى بالسعوديه الان اكو اصناف عندهم مثل الصقعي، هسه عندهم الصنف الاول الصقعي عراقي، هم يقولون السعودي، يقولون السعودي بس نعم. انت من تشوف لانه النخله عنايه ورعايه ترى يختلف شيخت للاسف اكيد راح ي... فاحنا نخلتنا مظلومه حقيقه ان شاء الله ما تنظلم ان شاء الله يا رب. ان شاء الله كل التحيه والشكر لشيخنا العزيز الله. حياكم الله يخليك الله, الله يحفظك حياكم الله. احبه المشاهدين لقائنا الاول مع الشيخ علي انتهى، حلقتنا ما انتهت، راح نتجول ايضا ببساتين اخرى في قضاء الراجديه، انتظروا لقاءاتنا وكثير بيها من التفاصيل يوم تخص النخل العراقيه وانتاج التمر، ابقوا يعني. أحبة المشاهدين حلقتنا مستمرة اليوم في قضاء الراجدية، وكلامنا اليوم عن النخيل والتمور. الراجدية هذه المعروفة زراعيا للأسف أيضا حالها حال بعض المناطق أو أغلب المناطق الزراعية المعروفة بالعراق، أيضا تراجع اليوم بدعم الحكومة ودعم الجهات المختصة. للأسف يوم بعد يوم قاعد نخسر الكثير من الدوانم الزراعية، كانت بساتين أو زراعة أخرى، بسبب هذا الإهمال وعدم التخطيط الصحيح. لقانا الآن راح يكون مع أبو عبد الرحمن أحد أهالي قضاء الراجدية وأيضا من المزارعين المعروفين في هذا القضاء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. إن شاء الله يا رب تكون بخير. الحمد لله بخير ونعمة بخير. الحمد لله. الله يخليك. الله يسلمك. اسمك رامي. 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 أي. رامي مو اسم مال فلاح ومزارع. الله يحفظك. الله يسلمك يحفظك. الله يخليك ابو عبد الرحمن حبيبي احلى. الله يسلمك انت الاحلى. الله يحفظك. الله يحفظك. وعندك بعد اكيد عندي سراج. سراج حلو الاختيار. عندك كم بعد؟ عندي هذا ابني اسمه اطياف. لا اختياراتك حلوه رامي. الله يسلمك. الله يحفظك. والدك سماك؟ لا لا عمي. ربي يحفظه له. الله يسلمك. لا لا الله يحفظه. الله يحفظه يا رب. ان شاء الله يعطيه الصحه والعافيه. الله يسلمك. ابو عبد الرحمن انت مزارع. ويمكن انولدت مزارع في هذا القضاء وانت من ابناء الراجديه. ايضا عندك اهتمام بالتمر والنخيل. اريد نعرف هذه السنه بدا الحوي وانت في يمكن ذروه الحوي الان وبدا قص العثوق مثل ما تصيحوا له. شلون هذا الموسم؟ احسن من الموسم اللي قبله؟ لو احسن من اول العام؟ اريد نعرف. لا هذا الموسم السنه للتمور يعني البساتين كصوره عامه كلها شايله. شنو يعني شايله؟ يعني كحمل. اي جيد. اكو حمل خير من الله، نقول يعني احسن من العام. نعم. بس احنا من نجي نقول التمور يعني جيده، انت يعني ما داي تعرف التلكع اللي داي يصير. الأمراض عنكبوت مكافحة. صحيح. الذبابة مكافحة. الحميرة مكافحة. عبد الرحمن الذباب مو بس على الحمضيات. على الكل. على الكل تأذي. نعم. على الكل. على الكل إحنا الأمراض على الكل هجتي هذا الوباء. الدوباس. الدوباس أخطر مرض. نعم شو يسوى؟ أخطر والله العظيم. سولف لنا الشيخ علي. سولف لك الشيخ علي وتشرب وي. الله يرضى. صار أقوى من السرطان. كن السرطان هسه اللي قال علاج هذا ما له علاج حقا يعني الطياره قامت ما تجي تكافح. نعم. ليش نحن بالحق نحكي عليها الشيخ علي على شغله الحقن بالدريل يعني هاي دمار اولا ترى الشعب ده يبس ينطي فعاليه بس الشعب كطبقه الاوليه يبس يعني من شده الحقن ايضا من شده الحقن هم له تاثير هم له تاثير. نعم. هم له تاثير يعني سبحان الله هاي كلها القضاء مالتها هاي كلها يصعد عن طريق الجذع شغلت الحقن هم تاثر هم لها تاثير. نعم. انا مزارع عندي ازرعها الفسيله لحد ما تصير نخله صغيره يعني من هي صغيره وعينك عليها تعرفها يعني اذا خوصه بها تبس انت
تعرفها متاثر بها لين يوميا قبالها. فهم له تاثير. يجي يقول لك والله شغلت الدوباس بالحقن واخذنا مثل ما يقول يعني ماكو حل للنخي ولمرض الدوباس سوى رش الطائرات. الا الطائرات مالها مو جتكم هالسنه؟ هالسنه ما طيروا طيارات؟ طيروا. احنا قبل الطياره تجي بكل مسافه يعني لها قياس بالرش. سنه جت خطين وراحت. ما كملت على ما كملت. يعني قبل من تكافح الطياره حتى الاشجار مال الحمضيات هم تفيدها كامراض. وهالسنه بس لا ماكو. يعني قبل قصدك تقول مثلا يعني هل قدونهم لهم دراسه عليه؟ ايه حقنا راح على المربع الاخر. ايه يعني ايه بتخطيط. ايه تخطيط. هالمره لا. لا لا ماكو لا. والدواء شلون طيرت الطياره؟ الدواء ما يفيد. عادي. لا دواء عادي. يقول اكو ناس قال لهم يابا حنطير ضموا النحل مالتي. يقول احنا ما ضمينا. ما ضمينا. كل شيء ما صار. انا واحد من الناس عندي نحل ما ضميت. ما ضميت. ما ضميت لا والله ما قطيته. ظل. وظل ما مات؟ لا لا ما مات. يعني الدواء مو فعال نقدر نقول. لا لا مو فعال. احنا قبل من يكافحون تكرم الذباب هاي كلها يعني هاي الحشرات كلها تموت. يوم من الايام حتى العصافير تموت. اي كلها تموت. هسه ماكو. جيد. يعني صفر. زين. اه انت ايضا عندي معلومه مو مهتم فقط بالبستنه. اي. مو فقط بالحمضيات. أي. مو فقط بالنخيل. تزرع غير امور؟ اه كنا نزرع باذنجان. اي. طماطه، شجار، خيار. اه يعني كل انواع ال. وش ليش توقفت عنها؟ توقفت والله مو شغلت المي. الميات الشط. المي مو رشن. رشن سووه. ما يكفي. المي هسه رشن. اها زين ليش؟ يعني ثلاث ايام بالاسبوع، اربعاء وخميس جمعه. ثلاث ايام بالاسبوع ويا يوم؟ ثلاث ايام بالاسبوع، اربعاء وخميس جمعه. يعني اليوم عندكم؟ اي. ليش ما يكفي يعني هالفتره؟ ردوا هسه سووا قالوا لا تزقون اربعاء وخميس جمعه بس بالليل. هاي حلوه بس رأيك. اي بس بالليل. شنو الدلاله؟ زين اذا عندك مثل خلينا نفرض 50 دونم او 60 دونم. اي. انت بهاي الثلاث ايام بس بالليل خلي داير من السبعه المغرب أي. يعني ويا ذا المغرب قبل ذا المغرب لحد الثمانيه الصبح. يعني انت 50 دونم حاسبها ما تكفي كم ساعه؟ ما تكفي يمكن 25 دونم. زين 25 دونم. احنا الزراعه مالتنا قبل كانت اللي يسمونها الاجوه. هسه الزراعه الحديثه المرشات. صح قبل الجو يمكن هاي اي هاي هسه اللي دا يشوفها. احنا هسه الزراعه الحديثه مرشات تنقيط. الزراعه انا يعني انت مسوي تنقيط؟ مسوي تنقيط. شو العد ما يكفيك؟ ما يكفي مي ما يصل للبره. حد البستنه لحد البساتين المي ما دا يكفي يصل للقياعين البره الاستصلاح الزراعي يسمونها. ما دا يكفي المي على مود ازرع. الحال سعفتها عفتها هاي التكلفه الصوندات وهاي المعدات وبيوت الزجاج هاي كلها عفتها. هاي كلها بفلوس. يعني انت لا استفاديت بهاي الزراعه ولا بهاي؟ لا ما استفاديت. لا جيد. وين تسوقون التمر ابو عبد الرحمن؟ والله التمر بس التجار. انت وين تودي؟ هم يجون عليكم؟ لا احنا نودي لهم اياك وبهم هم يجون يعني حسب يعني الاتفاق. هالسنه ايش سويتوا؟ وين انت والله خاصه انت؟ السنه انا متفق ويا تاجر. اي من وين؟ ياخذه منا من البيت. لا هو من وين هو التاجر؟ التاجر من دياله. من دياله اي. التجار متفقين يعني مثل خلينا نقول بستان ابو عبد الرحمن بستانتي. يجي التاجر يتفق وياه خلينا نقول التمر خلينا نقول ب 700. اذا التمر ب 1000 ما ياخذونه من عنده ب 1000، يتخابرون بيناتهم، واحد يقول لاخر ترى بستان ابو عبد الرحمن انطيته التمر 700 ربع للزوده. يجي تجيب التاجر الاخر يقول والله انا ما اقدر، مو انا تاجر فلان منطي 700 انا ما اقدر ازودك اكثر. متفقين بيناتهم يابا التمر ينباع ب 1000. اي. لو لاقي لهم شغله والله انا عندي 2000 طن بالمخازن مالت العام ما انباع، يعني انت من عندك 2000 طن ليش هسه جاي تاخذ؟ عندك 2000 يعني طن مالت العام. يعني بين قوسين كلامك انه اكو احتكار. اي لا احتكار يعني وكلها اذيه والله على الفلاح. يعني هاي الامراض يعني على الفلاح اذيه كلها صرف. زين هاي اليد العامله هاي كلها فلوس كلها صرف كلها على الفلاح. يعني الفلاح 50 60 دونم خو ما يديرها هو وحده
اكو يد عامل، اكو الناس يجون يشتغلون عمال كادر عمل سنوي مستمر. المبيدات تشتريها بكومة ملايين ما تفيد. هسه احنا هذا موسم الحمضيات يعني هسه لازم وقت مكافحة. هذا الشهر التاسع مرض الذبابة، اذا ما تكافح هاي السوقة ياكلها، تاكلها الذبابة تحرقها. صح. ايه هاي التجار يقول لك يتفقون بيانات، يقول لك هذا للزايد عليه. اي للزايد عليه 700. فلهذا هاي الاذيه. نعم. كلها على الفلاح. ولو قاعد يتكلم ابو عبد الرحمن، هاي احبه المشاهدين اليوم لما نادي اليوم انه موضوع وزاره الزراعه ارشاديه علميه خدميه، هذا ما يفيد الفلاح. يعني فانا رسالتي اليوم الى رئيس مجلس الوزراء السيد السودان المحترم، وهو ابن القطاع الزراعي، مهندس زراعي. اليوم الفلاحين لما نظروا لك تفائلوا، قالوا شخص من القطاع الزراعي اكيد يعرف خبايا واسرار واللي يصير ويا الفلاح العراقي. فموضوعة التمور هو في الجانب الاقتصادي، ترى جانب ارث ثقافي وحضاري، هويه عراقيه، النخله العراقيه هويتنا. فاليوم لما كم تاجر ببعض المحافظات يتحكمون بالاسعار ويتفقون على احتكار التمور، هذا تاثير حيكون على الفلاح. ممكن الفلاح السنه الجايه يهمل النخيل ما دا يربح به. فنتمنى تدخل حكومي، اما بالزام التجار باسعار معينه تخدم الفلاح وتكلفه الانتاج، او ان تتدخل الدوله باستيراد او بشراء التمور مباشره من المزارع العراقي وهي بعد تتصرف، تتفق ويا تجار هنود باكستانيين خلايجه اوروبيين بكيف، هي الدوله بعد تبيعها اذا اكو فاض. طبعا ما اتكلم على السوق المحلي. نرجع وياك ابو عبد الرحمن، انت مع فكره ان الدوله تشتري مباشره؟ والله افضل اذا الدوله تشتري وتحدد سعر افضل. قبل كانوا يسحبون يعني حتى المحاصيل الزراعيه كالطماطه الشجر الباذنجان كانت تسحب الدوله تاخذها من الفلاح تاخذه. يعني دعم للفلاح اكو هسه حاليا. يعني والله احنا نتامل محمد، يعني من الاستاذ محمد شاع السوداني، يعني نتامل به والله العظيم. يعني دا يشوف هاي الاعمار وهذا يعني هاي الطرق والجسور هاي كلها، يعني هو على ايده. يعني هسه الطرق مال الراشديه والجسر مال الحسينيه والكذا قريبه، يعني قريبه علينا مستقبل. يعني نامل. يعني زين ابو عبد الرحمن، الاسعار مال المبيدات غاليه؟ اي والله. يعني تقدر تذكر لنا مثلا يا مبيد، يعني مثل الحقن ايش قد تكلف النخله الواحده حقن؟ والله اني العلبه الواحده يمكن 250,000 العلبه الواحده. ايش قد تكفي كم نخله تقريبا؟ تكفي يمكن 22 نخله. 22 يعني 22 يعني بالزايد ما تعبر. وهاي اكو ناس عندهم اراضي كبيره. اي اراضي كبيره. وهاي ما عاد اليد العامله، ما عاد الامور الاخرى. هاي احنا هاي كلها بدينا. أيه. اكو بيهم يعني اكو بساتين يعني ما عنده، كان نقول يعني خلفه ما عنده هوايه، ولد او ولدين، فما يقدر لازم يجيب عمال. أيه. فيقول والله اني اضمن البستان او احوذ ثمر مالته كتمر وحمضيات، يلا اسد بي اليد العامله، فما تفيده. اكو ناس تخسر. اي قام اكو بيها بساتين تشوفها يعني بس مي، ما يعني حتى ما يحط لها لا مبيدات ولا كذا، يقول لك قاعد يخسر بيها ماكو استفاده. في شيء يعوفها يعني. فاحنا لا، احنا شفنا هسه لا ترتيب ما شاء الله ما شاء ترتيب الله. لا لا يعني اكو شغل احنا يعني بيها من الصبح للمغرب. انت ابو عبد الرحمن شنو اسم العائله؟ عيني بيت جعاطه. نفس الجلاعطه لو يختلف؟ لا 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 الجلاعطه لا فوق. بس هم بالراشديه؟ هم بالراشديه. الجلاعطه هم مدليم؟ لا 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 مدليم غير عشيرة؟ لا مو دليم، لا ما غير عشيرة. لا اها بس التولات دليم؟ لا احنا دليم. دليم وايد دليم. ها وايد دليم. اروح للانبار القى دليم، اروح لبغداد القى دليم، اروح ببابل القى دليم. والله الله يحفظكم. الله يسلمك. والله والنعم منكم ومناصلكم. نفتخر اليوم بعشيرة وقبيلة وامارة عراقية اصيلة. شرفتونا. الله يخليك. يعني بين قوسين خلينا نوصل على رسالة ايجابية. زين اكو امل؟ هاي بساتين اظل تنتج وهاي. والله احنا نتامل. ايه احنا نتامل. تدري انت عينك عليهن. وانتم ما تقدرون تفارقون البستان. احنا ما نقدر. ايه. انا والله العظيم اذا اطلع اتمرض. اذا اطلع يعني احنا من ضمن بغداد. زين اكو ناس من ولد عمامك قرايبك باعوا ايسوا من الموضوع؟ هوايه باعوا.
هوايه باعوا، يقول لك انا ابيعها ماكو بيها استفاده، تصير قطع اراضي. اي تصير قطع اراضي، هوايه قطعوا. هسه عندنا جوا بالراجديه هوايه قطعوا. صحيح، انا ادخل الراجديه كل ما اجي اشوف بيوت اكثر قاعد تصير قطعوا. كل التحيه والشكر لك، وربي يحفظك ويوفقك، ويا رب ان شاء الله نجيكم مره اخرى نلقى الاوضاع افضل. الله يحفظكم، شرفتونا، شكرا جزيلا. الله يخليك. طبعا حبيت المشاهدين، كل ضيف صار لأربع سنوات اقول المره الجايه نجيكم الاوضاع راح تكون افضل. للاسف يعني اي تحسن ماكو، ما نلغي البرنامج او ظل بكت نشوف انه يجوز هو كان فعل سيء على الزراعه العراقيه. نلتقيكم بلقاء اخر من قضاء الراجديه، ابقوا ويانا. مشاهدينا لقانا ويا عبد الناصر، عبد الناصر اخ عزيز حقيقه، اللي هو نستقلنا الحلقه في اراضي عمامه واراضيهم في قضاء الراجديه. تواصلنا ويا قبل سنه تقريبا، ولكن الظروف بعض الظروف اللي صارت، لكن الحمد لله والشكر انه اتممنا حلقه في هذه المنطقه المهمه اللي حقيقه ما شاء الله بساتين عامر تحتاج الاهتمام. نرحب بك عبد الناصر. حياكم الله، يا اهلا وسهلا. قبل ما ابدا بالزراعه، عبد الناصر عجيب، منو سماك؟ ليش يحبون هالقد جمال عبد الناصر؟ بصراحه يا بعد رحمد، ايه سموني عبد الناصر. اي كان السماك يحب عبد الناصر اكيد. لا مو يحب عبد الناصر، ايه صديقه اسمه عبد الناصر، فمعزه بصديقه سماني عليه. يعني مو على جمال عبد لا الناصر. لا مو على جمال. يعني تعرف الاسم عبد الناصر في العراق يعني قليل انا اشوفه في ايه. بعض الاحيان. عبد الناصر انت مزارع. نعم. ونفتخر بك، يعني احنا كنا اولاد واحفاد يعني مزارعين، احنا هويتنا العراقيه هي هويه زراعيه. قبل ما نبدي بتفاصيل النخيل، اصحاب البساتين في الراجديه يعانون من امر. نعم. وامر خطير مو هين، هي هجوم قطعان الخنازير اجلكم الله على البساتين. سولف لنا على هاي الحوادث. بصراحه هذه افه يعني ما قاعد نسيطر عليها، خرجت عن السيطره. افه الخنازير كلش اذيه على المزارع، يعني النخيل اي نخيل تزرعه يجي الخنزير يشلع الفسلان ياكله. الا يجي على الفسائل. على الفسائل. مع ذلك حتى اذا يعني البشر يطلع بالليل المزارع يوجه مي او يتابع مزرعته، اذا قطعان تهجم عليه. تهجمت على افراد تعرفهم؟ شنو الضرر اللي صار به؟ تهجم يعني اذتهم. اذتهم يعني ينجرحون. جروح بليغه تصير عندهم، كسور. هاي القوة. هي بهذه القوة. زين شنو يعني من قبل بساتين ليش هسه زادت؟ تكاثرت، ماكو احد اللي يبادر الخنازير. ماكو جهات معنية. قبل شو كنتوا تبيدون؟ قبل كانت الزراعة مستمرة، هواي مزارعين. ومع ذلك أي خنزير يشوفوه فنادق يقتلوهن قبل، مبيدات. هسه ماكو هذا الشيء. هسه ما عندنا هذا الشيء، يعني بندقية ما تقدر تطلع وياك بندقية الصيد. صيد؟ اي بندقية الصيد ما تقدر تشوف. معروفين اليوم بالارياف العراقية، القرى العراقية، المناطق الزراعية، كل فلاح عنده سلاح. اي صحيح. يعني من قبل احنا نعرف. اي من قبل، بس هسه احنا ماكو هذا الشيء، ممنوع. بندقية صيد اذا دخلوا الجهات الامنية ياخذوها. والحل؟ يا اخي هذا مال الصيد يقول لا ممنوع. زين هم خلي الجهات الامنية تكافح اذا هي. ماكو، ما يكافحون الجهات الامنية ولا يخلون المزارع يكافح. مشكلة هذه حرب على المزارع. يعني احنا من عدا الافات الاخرى هاي الخنازير معضلة. بس ياخذك وياي عندي مزرعة ثانية، ادخلك اشوفك الخنزير شو مسوي عندي مشتل مال حمضيات. يعني اليوم الصبح رحت اريد اشوف المشتل، لقيت المشتل كله مقلوب. هو بسبب الخنازير. تخريب. تخريب. يعني الخنزير يوصل يم. حيوان منبوذ يا اخي. ايه الخنزير. يعني خنزير يوصل يم البيت ما اقدر اضربه. ما اقدر اضربه بسبب الجهات الامنيه. يعني ما تقدر، ما عندك سلاح. ما عندي سلاح.
مشكلة يعني أذية، كلش أذية الخنزير. إن شاء الله نوجه رسالة للقوات الأمنية بنهاية حلقتنا لهذا اليوم. موسم التمور شلون هاي السنة؟ والله موسم التمور إن شاء الله تبشر بخير. جيد إن شاء الله. رغم اللي قال أبو عبد الرحمن وشيخ علي. نعم. شوية متفائل مبتسم. إن شاء الله خير، هذا رزق. إيه. يعني إحنا نتفائل من السنة للسنة ننتظره. هذا رزقنا يعني. جيد. وإن شاء الله يقدم البير خير. تبيعون بأطنان لو شلون الموضوع؟ إيه أطنان، لأن إحنا مزارعنا يعني دوانم. زي ليش الفلاح يترك، يخليه يترك التاجر هو يروح يسوقه مباشرة للعلوة؟ ما يقدر فيش كمية، ما حد يستقبله. أه. ما حد يستقبله فيش كميات. فهو التاجر يعني أدرى يعني. يعني إحنا أقل مزرعة ينتج 50 طن 60 طن. صحيح. وين العلوة تستقبل هيك كميات؟ بالضبط. فنتجه للتجار. الأفضل هم يعني أدرى يعني بالمواضع وين يصرفها وين. أي. النخل الآن اللي موجودة بالراجية كم معدل؟ صح يكون نخلة حسب المدارة مالتها، الأسمدة، المبيدات، كافح دار. نعم. النخلة عموما كم معدل النخلة جيد قاعد تطلق كم كيلو تقريبا؟ يعني فرضا هاي النخلة بكيفك يعني مو أقل من 100. أكو بس أكو أقل إذا مهمولة النخلة. أي إذا مهمولة طبعا، بس إذا مدارة وأسمدة وياك متابعة ومكافحات لا مو أقل من 100. جيد. أكو أكثر؟ اي اكو يعني جيت توصل هسه مثلا يعني عندنا الزهدي 100-150. ممتاز. اما البرحي ولا حمله وفيه توصل 400-500 كيلو. ما شاء الله. هذا ايه. البرحي اقوى شيء. اي البرحي بالكميات. اي بالكميات. الزهدي ايش قد معدل تقريبا؟ الزهدي من 100-200. اها. المواطن العراقي شنو المحبب له من اصناف التمور؟ والله يعني احنا العراقيين اكثر شيء نميل للالوان، يعني مثلا البرحي، المكتوم، الابراهيم، العمراني، الاستعمران، الاستعمران صحيح. أي. يعني هذا اكثر شيء يميل للمواطن. جيد. جبت اصناف مو عراقيه وبشر نجحت لا بعدهن صغار. ايش جبت والله شنو؟ والله جبت يعني كميه اكثر من 10 نوعيات. مجهول اكيد. اي مجهول. وبعد لو من لو سر هذا؟ لا بعد ما تقدر تعلن. يا رب ان شاء الله لما ينتنجح هنجي نصور. الراس شرف بيكم ان شاء الله. يعني ربي يوفقك ان شاء الله على الله كل هذه الحقيقه الامور اللي قاعد تقدمها حقيقه. ايضا انا سمعت انه مشتلك ايضا تفيد به بعض المزارعين، تعطيهم توجيهات معلومات. إيه اكيد. انا اصلا ايضا وصلت لنا هيك معلومات جميله جدا. ايش عجب اليوم كم والد؟ انا مولد 97. 97؟ جيد. يعني شاب. يعني عمرك شقد؟ 97. 26 سنة تقريبا. 27 سنة. تصغر نفسك عادي يعني 27 هم صغير يعني ترى. عموما انا لما اروح الى مناطق زراعية. نعم. القى المتحدثين او هم اللي يشتغلون بالزراعة عابرين ال 40 ال 50 سنة. الشاب العراقي ما قام يهتم قبل بالزراعة، حتى هم ابناء مزارعين وابناء اصحاب بساتين. صحيح. شنو اللي حببك بالزراعة؟ شنو ليش ما شفت غير شغله؟ تعرف هسه شبابنا يحب نسميها الفيكه هذه هاي، ويريد شغله وعلميز وها تعرف. نعم. انت شنو حببك بالزراعه؟ الحل المستقتل وقاعد تجيب اصناف وقاعد تشتغل وتبحث واكيد الانترنت واكيد هاي الامور، شنو السبب؟ بصراحه هذه النخل والاشجار المزارع تمشي انا بالدم ابا عن جد. نعم. يعني هسه هذه البساتين مال اجدادنا واجداد نفس اورثوها ووالدي واحنا من والدي وان شاء الله نخلفها لولدنا لاولادك ولاحفادك إن شاء الله. الله بس اكيد عندك مثلا اخوه او ولد عم عايشين نفس اجواءك بس. أينا. ما اشتغلوا بالزراعه. اي صح لو غلط. أي. هم تمشي بدمهم بعد. ليش ما استمروا؟ انت ليش استمرت؟ انا هوايتي المزارع من انا صغير ويا ابويا بالمزرعه. أي. فتعلمت ما اقدر اشتغل غير شغله. جيد. اي حاولت اشتغل غير شغل ما اقدر. ممتاز. اي معلومات منين تجيبها؟ والله تعرف اكو تطعيم وهاي الامور تعرف انت. ماكو واحد ما يعني لازم يتعلم. ماكو واحد جا كامل، لازم تسال اكو جماعه اصحاب خبره تطعيم مثلا. ايه تعلمت من عندهم، باوعت شلون يطعمون. مارست مرتين ثلاثه، اول مره فشلت، ثاني مره. ايه. فشلت، بس وراها الحمد لله بلشت انجح التطعيم. الله اكبر. الله اكبر. عزة لله. الاذان المغرب. ايه. نعم. جميل اجواء. يعني اتمنى اليوم كل مشاهد كل مواطن انه يجي للراجدية وللمناطق الزراعية، ما شاء الله يعني مع المغربية وأصوات الأذان فأجواء جميلة جدا.
ان شاء الله يا رب الجميع يجي الى هذه المزارع، مزارع اهلنا حياهم. واهل الراجدي ناس مضيافين يعني، ولما اتكلم لكم على دليم الا التقدي، هاي امورهم ربي يحفظهم. شرفونا والله، حياكم الله. امر اخر ايضا انا ما اريد ابتعد اليوم عن المحور الاساسي النخيل، ولكن محور البرنامج هو الزراعه. نعم. الامراض اللي قاعده تصيب النخيل نفس الامراض مال الحمضيات لو تختلف، ومن يتاثر اكثر الحمضيات لو النخيل؟ والله الحمضيات ولا النخيل كل واحد امراضه شكل. نعم. والاثنين اذا ما تعالجوا راح يتهالكون، تكبر المشكله. أي تكبر المشكله. اكو بساتين انتركت انتهت؟ اي تعرفون اي بساتين هواي انتركت وانتهت فضل. نعم. هاي ايضا عمامكم؟ اي نعم. والسياج بس مفصول يعني عنكم؟ اي بالسياج. احس هذا مهتمين بيه اكثر. اي طبعا. اكو ترك هنا أي ادغال. اي متروكه هذا البستان، متروكه. اي متروكه. جيد. موضوع اخر غير الامراض وهاي الامور، ليش بساتينه ما تتحول الى تقنيات الري الحديث؟ شنو المشكله؟ ما تتحول. ليش ما تتحول؟ هسه انا هذه الاشجار مالتي مال الحمضيات متعلمه على السقي، شوف يعني الاجوه مالتها والعواميد والجذور مالتها ماده. اما الري الحديث التنقيط، نعم. تنقيط الجذور مال الاشجار يصير بوجه القاع القريبه على السطح. اي نعم، على مود التنقيط مال المي. لازم من واحد يبدي الله من يبدي يزرع. من يبدي الشتله من هي صغيره يزرعها التنقيط. زين ما تفيد الريش هاي الامور لو الا يعني هسه احنا هذه المزارع مالتنا بعد ما تفيدها، تعودت على هذا النظام السقي. اي لازم تظل مستمر على هذا السقي، ما تقدر تحولها تنقيط، تتهالك المزارع. ابو علي حكايه يعني اليوم ايضا استغربته، قال انه صاعود اصبح عمله نادره. اي صحيح. مين تجيبون؟ شلون هاي الاعداد النخيل؟ بصعوبه يعني. انا عندي العمراني السنه الاستعمران بالبستان ضمنته وخلصت منه بسبب الصواعيد. جد ياخذ على النخله الواحده؟ يعني الصاعود يشتغل من 6 الصبح للعشره ياخذ 25. زين دلل ايش قد راح تبيع؟ انا مره التقيت بيهم سووا لي اياها، الظروف صعبه. هي بصراحه بس يعني الشغل متلتل عليهم. هي بصراحه يعني من يصعد فوق. شنو؟ منية يصعد شغله تخوف يعني. تخوف. التبليه موجوده. حتى اذا التبليه يعني اليوقع هذا راح تروح حياته. الله يحبه يتكسر. يا والله الله يحبه ياخذ روحه يعني للامانه. ليش؟ لان يبقى متكسر على اهله. يبقى يعني الدهر كله. اي خطايا. صارت عندكم هيك حوادث. اي نعم، ابن عمي عمين وقع وصار عنده شلل نصفي، وصار تقريبا 7 سنوات لو 8 قاعد على العربانه. ربي يشفي ان شاء الله بحق الله يحفظك. هذا الاذان وهاي الصلاه صلاه المغرب يا رب. موضوع يمكن اخذنا الواهس والحديث ممكن على حياتك الشخصيه. طبعا احنا العام يعني انا ما احب اقلب جروح وافتح جروحكم. العام احنا كان الوالد عايش. اي صحيح. وكان فكرتنا ان نلتقي به ولكن توفى قبل عده اشهر. ربي رحمه. يرحم والديك الله يحفظه. واكو مثل عندنا يقول لك الخلف ما مات. الله يبارك فيك. ما شاء الله انت اخذت هذا الرايه، رايه الوالد بموضوع الاهتمام بالنخله العراقيه، يعني النخله مو بموضوع زراعه وخلاص، لا هويه. لا هي هويه. تمثل هويه. حتى اليوم بديننا الاسلامي الاحاديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان دائما يوصي بعمتنا النخله، فهذا حقيقه شيء مبارك. الله يحفظك. فكل التحيه والمحبه لك على كل شيء قدمته اليوم لبرنامج ارض السواد، نسقت لنا هذه الحلقه الجميله. حياكم اللي الله. حقيقه ما حسينا بوقتها. شكرا جزيلا. يا اهلا بكم، معذرون بالتقصير. الله يخليك حبيبي. الله يبارك فيك، يا اهلا وسهلا، يا مرحبا. احبه المشاهدين، الى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم من برنامج ارض السواد. يعني الاعداد النخيل هنا اعداد كبيره جدا والمساحات عملاقه وبالقرب من نهر دجله، ويعني الحياه جيده عموما وماكو فد عائق مهم. دول صحراويه بدات تتصدر المراتب الاولى بانتاج التمور، والعراق يرجع سنه بعد سنه. السنه ذيك يمكن كنا السادس، فهاي السنه ما نعرف، هنصير خامس سابع بعد ما كنا ننافس على المراكز الثلاثه الاولى. فكل الظروف عندنا موجودة، ولكن للأسف الاهتمام الدعم من الجهات الخاصة. أريد أسأل اليوم من المسؤول عن تراجع هذا الإنتاج؟ أريد أسأل من المسؤول عن بلد بهذه المساحة الكبيرة بالمزارع الموجودة بالميزانيات الانفجارية
طائرات رش ما عندنا، نعتمد على طيران الجيش وما يكفي كل المناطق والقرى الزراعية. طائرات رش اشتريناها عطلانة ترجع، الغيها اشتري غيرها. مو قاصر، احنا مو دولة عايشة على المنح، احنا دولة نفطية 150 مليار دولار ميزانية، ترى مو شيء هين. فنتمنى من الجهات المختصة مراعاة اليوم هذه الظروف، إضافة إلى الاحتكار من التجار. بعض التجار احتكروا موضوعة التمور وصاروا سكينة برقبة اليوم منتجي التمور 700 دينار، اللي يعني تقريبا بتصريف العملة نص دولار الكيل الواحد. بيا دولة بيا أمر صاير هذا الموضوع، هذا السعر الرخيص جدا. فنتمنى اليوم أن الحكومة أما تفرض أسعار على التجار أو هي تستلم والصرفة بطريقتها كحكومة. نلتقيكم بحلقات أخرى على الصحة والخير والبركة والعافية، وأرض السواد ما زال بين القرى العراقية والأقضية والنواحي. إلى اللقاء.